شبلاكم شوي يعني يسمعوكم؟ شو اللي لابسين انت سير الغوص؟ لازمنا خان يركب ليس. شو هالجع انت بتجلس بالنص اللي يركب ورا بسرعه؟ منك سير منك. منك سير منك. بورك بوخ. كسر منك. كسر منك. انت جايبنا فين يا سعود؟ حديقة الحيوانات. يعني اخوت وبحر وين تهيبين؟ انا اخوت وبحر وين هذيك كان قلت لنا ما خليتنا نجي بنلبس شيز راتك كاشيز. ابو خلاص ما قلنا احنا بنخطف على الشاهين وبنطلع البحر. تكال بنصير الحداق يعني شو بنصيد حواسيب؟ ابوي اليخت اليخت والله وانه والفقر اركب اليخت وصيد كيف ما تبغي. سعود انا دماغي بدات تلف. دماغي بدأ التلف من الحين. صبر ابوي يعني هدم علينا هناك ما كنا. انا ما يخسروا فيه. وين عيني اختو؟ مرتاح انت بالوزاره وفاني لجداب خلق الله. كبر كبر اركب. شو يعني طالعين؟ طرطور انا واقف هني؟ في ايه يا يوسف؟ دي رحله للكبار، انت مالك انت بيه؟ زين اقول نريمان، خلينا نستغل الوقت ونصور. تصوير ايه؟ جلسه التصوير اللي عندنا. انت شايف انا مشغوله جدا النهارده. اوهو انت بعدش على رايك؟ بعد شويه وبنخلص. والله مش قصدي يا يوسف، بس انت شايف انا مشغوله قد ايه؟ وبعدين لا تستعجل على رزقك يا ولد. ولد؟ خلصي شغلك. أقول خلاص خير يا أبوك. هذا اليخت كبر القفعة أكبر من بيتي يا ريال. خاف الله شاهد على وجهك. أنا أبوك بتحسد ريال بتضربه بعين. أقول عمي شاهين مبتين استهني تحوس في اليخت آخر شيء تسلق وتطيح علينا بالبحر ترى ما عبي ظهرك. عليك يا راجح عمك خلف هني انا انزلقت وطحت لا يروح وراي مثل البلد يطلعني. لا 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 تحوس تريح. لا بعفد ولا بطيح ولا بسوي شيء. لا يا ابوي لا. اسمع ابوي ترى انا ريال صاحب ضغط وصاحب سكري وكليتي خربان. عفوي شباب. بيومي عامل ايه ويا البحر؟ انا سعود انا حاسس الدنيا بتلف بيا وعايز عايز عايز اعوز. شوف لاي حبه اي حبه. اقول شباب تلاحقوا ربيعكم هدم. لا انا ابو استاذ بيومي توك تراكب لي اخسيد هدم. اي شو بتسوي اذا اخذوك ربعك في الطراد؟ اسميك ما تتوهج اذا انت في اليخت وتمدك لايعه. انا مالي ومال البحر بتحكوا؟ انا ماليش في البحر يا سعود. أنا أقول أبوي خلوه يصير يرتاح داخل شوي بيخوز عن هذا كله. ترى بيومي ما متعود هذا مال شواحيف مصر. أيوة أنا بتاع شواحيف صح. كله من هالسوسة نوال هي اللي شردته. زين شو أسوي يعني؟ قال لي شرديني وأنا برمس عمي سعود يدور لك على وظيفة. قص عليك يعني؟ مي أنت تعرفين أبوي لو يبى يسوي شيء بيسوي سواء أنا ساعدته ولا ما ساعدته. حسبي الله على عدوه. زين ما عليه خليه يصير عند عمي سعود قاعد كم يوم وين المشكله؟ بعدين ايش قال تبون الريال يبنون لكم البيت وانتم حابسين ربيعه؟ واصلا هو يسوي هذا كله بس عشان خاطر ابويا. نحن شو ذمنا؟ البيت يباله مجابل والصغاريه يبالهم مصاريف واحنا حريب شو بنسوي يعني رواحنا؟ هانت عمو ترى انا موجوده وحميد بعد موجود بابا نقصر. حميد ما يقصر متحمل النوم متحمل ابوه متحمل هاي الخبله بعد. لا الخبله هذه موضوعها عندي. اليوم في ناس رمسوني يبون يشوفونها. هاي الأخبار الحلوة الله يخليك لنا. أيها وانتي كل ما زانت اليلسة يبتي لي معرس. زين شو فيها إذا باج تعرسين وتستقرين عايبنك وضعك شي؟ حبيبتي افرحي في نفسك وعرسي انتي قبلي عمرك صك 30 مش حقا تبلشيني أنا. اسكتي حسبي الله على بليسك. أنا أبو البنت بتستانس فيك.
لا عادي، أنا الغلطانة عن إذنكم، اسمحوا لي. أوه، تعال باك شوي تعال. إيه؟ سوي كلام عدل شو هو؟ اسم أنا راجو، راجندر، سوي كلام عدل. راجو ولا درمندر ما يهمني، وأنا من أتكلم في هذا البيت بس من أصفق أباك يا هو. إيه ما يقول هو، شوف جسم مال أنت، شوف جسم مال أنا، سوي مسكرة خليه تدخل الحفرة مرة راجع. أشوفك أنت تتفرعن، طال لسانك في هذا البيت. إيه، سوي كلام. جيت تعال. أنا يغسل أنت اليوم خذ رأسه بس. إذا طلعت إذا يخرب بيتك بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ هو بيغسلك اللي أنتوا بتعملوه ده؟ فضل كل واحد يروح على شغله. يا ما تبصش كده، أمشي، ما تبومليش. أنا أقول لك قاعدة طبالك وشك، أمشي. ما علي، أنا براويك إذا ما كبرش عليك عبي سعود، أنا مو بريا. بقول لك أمشي من هنا. وأنت تفضل يلا على شغلك. ايه ده؟ على فكرة عيبتني الشخصية العصبية. بقولك يلا. ايه لو تعرفون بس انتو صولاتي وجولاتي ايام قبل ويا البحر. ها؟ قبل سلمك الله انا اتودن في البحر من الفجر لين نص الليل. وعلى فترتين. الفترة الاولية سلمك الله ويا المجموعة الاولى هاي بحائري. لأنه ما يتحملهم سوي مجموعتين. الأولى من الساعة 4:30 الفجر إلين الساعة 4:30 العصر. ما شاء الله. الخرف البحر هذا خراف. ويروحون يتعبون، أتم أنا بروحي. تجي المجموعة الثانية. ومن 4:30 إلين 1:30 في الليل. لا نخلي لا حاثرة ولا بادرة في البحر. ما شاء الله ما شاء الله عليك. زين شاهين. الحين أنتوا صيدكم كل خيوط؟ لا. خيوط والياخ وقراقير حتى حبر نسوي. اقول لك السماميش يوم ندش البحر من يشوفوا النداشين ردوا قالوا بعد شو بنحصل؟ لا سمكه ولا شيء. يا حق شاهين الكذب اللي انت بتقوله ده، من 4:30 الصبح ل 4:30 العصر، ايه سماميج وبحير دي؟ انا مش فاهم منكم حاجه بصراحه يا ابو تشرف. هاي السوالف ما تفهم فيها يا بيومي. سر لا حتى انا يا شاهين ترى اخوك البحر هذا له عشق عشق. الله يطلع علي يوم كنت ياهل ابوي الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه ويغفر له. كان يجيبني ويا الغوص يودني كذي ويفرني بحر. هي هي. وانا عاد هذيك الايام ما شاء الله علي نصخ اتم في القبه ربع ساعه نص ساعه الا ربع ساعه الطوف ساعه ونص. الله البحريه يلحقون ابوي. ايه طلع الولد ما لحس قال انقكم خلوه يعني يصير على تحت. خلف هذا خلف هذا تفرون هني في الغبة غواصة يرد يوصل السيفة. الله الله الله. لا 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 انتوا صادقين، انتوا بارك الله فيكم صادقين في اللي تقولونه، لكن هذا الفقير المسكين شو ذنبه يتغربل وياكم؟ يا سعود سيبك منهم، دي عالم كذابة قاعدين يكذبوا على بعض من الصبح وانا واقف مش فاهم بيقولوا ايه اساسا. يلا سعود تعال بيود الخيط. طرقيتني حيس بس الحمار يود الخيط عني شو يود عنك؟ يود الخيط يا الله بالخيط. يا الله سنارة سواها خيط لا وراعي بحر غيص. شد عبيد انا حفرت ولا هي حفر اخ؟ من غير هذا راجو لازم توقف وياي. نحن راجو ضربني ضرب، تيتو ضربني ضرب، قام يشوحني في المطبخ تقول سلطه. عبيدان انا مو مطرش انك معركه، انت شو تسوي؟ عبيدان انت لازم تحفر اليوم قبل لا نوصل، فهم؟ يلا انجلع 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 انجلع. حسبي الله عليك يا عبيدان، بسم الله الرحمن الرحيم. حمي خلف الله يهديك، شو تسوي روعتني؟ شو اسوي؟ اللي ظاهر من الحمام شو يسوي؟ راجح؟ انت عن اي حفره تتكلم؟ حفره اي حفره؟ راجح حفره الحين انت يمكن سمعت غلط؟ غلط؟ لا 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 سمعتك بذني تقول احفر حفره. راجح انت سرت البيت؟
الله يهديك يا عمي، اي بيت انت الثاني؟ بعدين كيف تبغى نصير البيت وبعدنا احنا مرقنا العمال؟ ومو متفقين اني انا وانت وعمي سعود نصير نحفر؟ يا اللي انت اليوم من كنت تتكلم؟ اسولف يا عبيدان، اقول نصير ادفن التنور القديم وسوي تنور جديد صوب القهوه قبل لا نوصل. عبيدان؟ ايه الله يهديك يا عمي، والله تعليك يا سلام.